نورمال الناس صافي داك تنتقدك الناس صافي داك تاعك تكزيستي الحمد لله بالانتقادات الانسان يقدر يطور المستوى تاعو. اول حاجه نقول للناس اللي تنتقدك بيان سور كاين الانتقاد الناس لازم تنتقد وواحد لازم وانا ثاني لازم يكون غادي تاعي في الميدان ان شاء الله. كما قلت لك اول حاجه دوك ماناش في الفريق تاعي في المنتخب الوطني انا راني مركز مع المنتخب الوطني قلت لك ان شاء الله الواحد يكون الله يوفق باش يرجع يكون عنده هو ثاني غد تاعو فوق الميدان ان شاء الله. قلت لك المدرب عطاني لا شونس وشبهني بغض بنجاح اللي هو ثاني مهاجم كبير نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله كما قلت لك نكون الله يوفق باش نرجع الثقه تاع المدرب ان شاء الله.